النهارده مصر بتحتفل بذكرى ميلاد واحد من اهم صناع السينما في مصر، الفنان الراحل محمد رضا معلم السينما المصريه اللي امتعنا وقدم لنا وجبه فنيه وسينمائيه رسمت الضحكه والبهجه على وشوش الناس في ادوار المعلم بالشكل المختلف اللي كان بيقدمه. هو المعلم فعلا تاريخ فني كبير قدمه لنا الفنان العظيم والقدير محمد رضا. هنسترجع ذكرياته دلوقتي مع المؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي اللي معانا على التليفون في صباح الخير. مساء الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذه منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الخير يا استاذ محمد رضا الفنان الجميل. كان ليه ادوار كتير جدا قبل ما ياخد خط كده او دور المعلم في عدد كبير من الافلام اللي اختتم بيها مسيرته الفنيه. ايه اشهر الادوار اللي عملها قبل دور المعلم؟ بالفعل طبعا الفنان الكبير محمد رضا يعني عاشق السينما المصريه وكان حابب جدا ان في يوم من الايام يكون جان ويكون متخصص في الادوار الرومانسيه زي شكر سرحان ورشدي اباظه. لكن طبعا هو بدا الدخول السينما في ادوار مختلفه تماما عن السياق اللي اتمناه وعن السياق اللي بدا فيه اللي اتشهر فيه فيما بعد. يعني بدا بادوار وكيل النيابه زي في فيلم رصيف نمره 5، او مثلا في ادوار بسيطه ادوار الطيب، ادوار رجل يعني اللي هو صديق البطل، بعيد خالص عن الادوار اللي كان بيتمناها. ثم في جاله الفرصه لما يعمل دور المعلم كرشة في مسرحيه دعاء المداء في للاديب العالمي نجيب محفوظ. من ذلك التاريخ أصبح تاريخ أو شهادة ميلاد النجم الكبير محمد رضا اتكتبت بحروف من ذهب. طيب أنا كنت زمان كده قريت تصريح إنه كان بيقول أول ما جاله زواء المداء قال أنا لازم أموت نفسي في الدور علشان الدور ده هيعمل لي نقلة كبيرة. إيه اللي خلى مهندس بترول يبقى أشهر معلم في السينما؟ بالضبط، لان هو كان مهندس، هو تخلى عن وظيفته حضرتك يا استاذه منى وقدم استقاله، وبعد ما قدم الاستقاله دي ما كانش يعني كان متوقع ان كل ابواب السينما هتتفتح له، لا فضل فتره طويله على بال ما السينما بدات تدق بابه، لكن بالرغم كده صبر وكان جواه يقين انه في يوم من الايام هيوصل، وبالفعل وصل. وبعد ما جاله دور المعلم كرشة في مسرحيه ضواء المداء، طبعا كان كل الناس عرضت المخرج الكبير كمال ياسين مخرج العرض اللي هو كان مقتنع جدا ومؤمن بموهبه محمد رضا. لكن قصاد هذا الرفض التام من كل الناس او كل العاملين في المسرحيه انهم مش مقتنعين بان محمد رضا يبقى المعلم، تحدى نفسه محمد رضا. يعني الدور التيرنينج بوينت في حياته كان سينما مش مسرح، كان مسرح مش سينما اصلا. بالضبط ايوه، لكن نجاح المسرحيه نجاح مدون ونجاح دوره خلاه يؤدي نفس الدور في فيلم دعاء المداء مع شاديه، مع العظيمه شاديه والمخرج الكبير حسن الامام. فمن الفيلم اتشهر اكثر واتشاف اكثر، فمن توقيت فيلم دعاء المداء سنه 63 هذا الفيلم يعني او هذا الدور اللي في الفيلم ده بدا مجد ولمعان وبريق المعلم رضا، او زي ما كانش بيتقال له محمد رضا او الفنان محمد رضا، كان دايما بيتقال له المعلم رضا. حتى انه اتعملت افلام باسمه فيما بعد يعني. صحيح. في وقائع وذكريات كتير جدا في ارشيف محمد رضا، مثلا انه رفض يضرب عبد الحليم حافظ في فيلم معبودة الجماهير، تعليقك ايه على القصه دي؟ دي وقعه شهيره جدا، وقعه مهمه قوي يعني في مسيره محمد رضا، لان كان وقتها كان قبل فيلم معبودة الجماهير بسنوات قليله جدا كان فيلم الخطايا، وكان النجم الفنان الكبير عماد حمدي كان صفع عبد الحليم حافظ على وجهه، فالناس كرهت عماد حمدي كراهيه كبيره جدا، والراي العام كله كان في ضجه كبيره على صفحه عماد حمدي لعبد الحليم حافظ، ولدرجه ان عماد حمدي قعد في بيته لمده سنه من غير شغل. فكل ده فهو خاف طبعا محمد رضا، ان المفروض كان المخرج حلمي رفله قال له ان هيمسك عبد الحليم حافظ ويفضل يضربه زي ما ضرب محمد رضا، زي ما ضرب محمد عوض في مسرحيه نمره 2 يكسب. فقال له طبعا انا هعمل كده في عبد الحليم، انت عايز ما اشوفش بعد كده فن واقعد في البيت؟ استحاله. وحتى ان عبد الحليم حافظ قال للفنان محمد رضا انا موافق اضربني وده تمثيل، قال له لا انت الناس هتتعاطف معاك انت وهتكرهني انا. فرفض انه يؤدي الدور نهائي او يؤدي المشهد ده نهائي، وعمل الدور زي ما هو عايز المخرج بس من غير ضرب لعبد الحليم حافظ.
الشكر ليك المؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي، ورحمة الله عليه كان عنده رؤية لقدام هو هيعمل إيه، وشايف كمان الناس بتبقى عايزة إيه.